بعدك لعب هاجس والتفاكي وقلب جريح وحفظ مهيمة ما غير اللي خاطري بالمشاوية اروح وارجع والهواجس مديمة يا حب يا لي بين بيض الغناجير لك في عروش القلب قدر وقيمة إن كان فتك ما أخذك عني يغمير روح ولو ان الخساير وخيمة بيأكد الكلام ده مش أني بقول من عندي، لا ده الكلام ده صحيح. الكلام ده أنا لقيته في قبائل أخرى بيقولوا نفس الكلام. فأنا عايز برضو في حاجة هنا هوت في هذا الحصر ده، عايز تاخد المربع ده بس اللي أنا عامله المربع ده، هالمخروق بيقول ايه الورق ده من الدفتر ده، والدفتر ده اهو تعداد عمومية سكان القطر المصري. الدفتر ده وزارة الداخلية إدارة التعداد، تعداد عموم سكان القطر المصري في جمادي الآخر 1299 الموافق 3 مايو 1882 في صفحة من صفحاته. أنا صورتها طلعتها عشان أوري لك المربع ده عشان أأكد موضوع المرونة والخروقات اللي كانت بتحصل من مشايخ الفرق وهم بحصروا غير العرب. فهنا بيقول لكون بعض مشايخ الفرق والحصص لقبائل عربان صدقوا على جداول تعدادهم بصفتهم مشايخ. الأول كان بيبعث الجواب على أنه شيخ القبيلة، دي أول غلطة. وبعض الفلاحين صدقوا عليها عربان. إذن الإدارة دي سنة 1882 لاحظت انه مشايخ الفرق والمشايخ صدقوا على ناس مش من العرب عشان يدوهم ورق يطلعوا بيه من الجيش على انهم عربان. طبعا لما يحصل في قبيله زي قبيله الهنادي او اي قبيله من قبائل السعادي
تبص فيها تلاقي اللي بينتهي نسبه الى هند او سعادي جزء، الجزء الثاني قبائل واسر قيل في حينها انها عربان وتم حصرها، الجزء الثاني كمان جزء بتشير اليه الاوراق القديمه من سنه 1882 انهم كانوا بيعملوا كذا كذا كذا. لما نيجي النهارده سنه 2017 ونبص نلاقي نادي رفع راسه ونقول احنا هنادي اهلا وسهلا يا مرحبا، بس هناك صعوبه بمكان جدا 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 انه يثبت انه هنداوي، لان الناس اللي انضمت من قبائل اخرى عدها في قبائلها صحيح، لكن هو طلع من الجيش بورقه من عند الهنات انحصر حداهم وهم طلعوه. البعض منهم ربما قالت اليه بعض الاوراق التي تشير الى ذلك فيحاول ان يقتنع ويقنع الاخرين بانه هو نهايته الى سعد والديب او هند. ماشي ده كلام كويس، بس في صعوبه عليك انت يا اللي بتجتهد، اذ لم تكن من الاعمده الخمسه الموجوده في المشجر اللي عامله مستر براملي سنه 1910 وفروعه يمين وشمال وتحاول تنضم الى احد الفروع، اذا في صعوبه انا ما اقدرش انكرك، لان انا شايف انه في هنا بانوراما كبيره جدا كانت بتتم في التوثيق، ولكن ده بيصعب المساله على الباحث واللي عايز يشتغل في الانساب. يعني يا اما تقول كله هنادي واهلا وسهلا، لكن انت غير مطالب انك تفحر وتبحث له هتجيب له ازاي، لان هو ممكن يقع من الثلاثه دول، هو مش في الاعمده الخمسه الموجودين يبقى مش عارف يلتحم بيهم، دي مشكلته، او انه هو من قبائل اخرى بس كبر وترعرع جيل بعد جيل وقالوا احنا هنادي، او هو كان منضم من غير الهنادي. لكن هو سؤال مهم هنا يا عم الحاج، سؤال مهم، ايه الفرق بقى بين المشجر او المشجر والحصر؟ بص دلوقتي انا يعني اتمنى واحد زي حالتي كده اب سعيد جدا لما الاقي واحد بهذا الشكل وعمال يربط هيضيف لي، انا حابة سعيد، لكن اللي انا بقوله ده ناتج قراءات كثيره واوراق كثيره ومسائل كثيره. يعني انت لما الراجل قال لي ادوي ساكت ما تشتغلت، اللي ظهر قدامي في من بدايه 1848 حصل حصر نتيجه لقانون انتهاز العربات، قوموا احصروا، حصل حصر، كل الورق بيقول حصر، كل الورق بيقول حصر، ولكن لما جيت سنة 1910 ولقيت بتاع براملي أنا شايف إن ده جد. ليه؟ لأنه بيقول ده طلال ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان لغاية ما وديه لسعد والديب، وطلال هيكمل لغاية ما يشبك في سليم، هيلتحم بآخرين عشان يشبك هناك، وعامل خمس فروع وخمس عمد، ده أنا بسميه جد، مش فيه كلام. لكن الحصر زي ما بقول لك بانوراما شامل، وبعدين الحصر ده بتاع بيت محمود السلطان وقف عند يعني لغاية عدوي. طب انا عايز من عدوي وجاي فين؟ هما من عدوي وجاي، انت معايا؟ ده بتاع سنة 48. انا بقول لك ان انا لقيت الحصر بتاعنا مش زي دولي بس مكمل اجيال، ده جواب هنا ظروف، ده جواب مشي في حضاره شويه وعد عرايس وعد وضع مختلف. فالحصر حصر يحصر، والجرد انا شايف اللي هو بتاع برملي ده، انا شايف اللي هو بتاع برملي ده.
بالنسبة لتداخل القبائل، احنا بقول لك انه احنا في جرب معلوات فجأة لقينا هنا زي 13 نفر من بيت اسلم، وانا هنتكلم عن بيت اسلم برضو. فالتلتاشر نفر دولي تم الاشارة اليهم انهم دولي ما هماش تبع العلوات، لازم يطلعوا ويروحوا على بيت اسلم. احنا هنجيبهم عشان نوضح. بص يا سيدي، يعني احنا بدنا نقول حاجة برضو للزمن والتاريخ. سنة 1848 لما تم الحصر وظهر لنا حصر محمود بيه سلطان، انا لقيت فيه عيلة عبد الله عبد السريح. لقيت عيلة عبد الله عبد السميع يا بهوات بيت محصور مع حصر محمود سلطان وجه قبل. طيب كان في بيوت قبل كده محصوره وعمد. احنا لقينا بيت اسمه السلم، شياخة سليمان المجحود. بيت اسمه السلم، شياخة سليمان المجحود في الوقت، خد بالك من الكلام ده جدا، سنة 1848 هذه الورقة 1264 وهذه الورقة 1848-1264. سليمان المجحود شيخ على بيت السلم، بيت عبد الله عبد السميع بيت ضمن حصر محمود عبد السميع. منتبه سلطان. نقول دي تاني. لما بدأ الحصر سنة 1848-1264، هو معروف حصر 1264، احنا بنجيب لها 1848 من حلفنا. وظهرت أوراق تبين أن هناك بيت اسمه السلم، والبيت ده عليه شيخ اسمه سليمان المجحود. في هذا الوقت بيت عبد الله عبد السميع البدادي محصور بيت ضمن حصر محمود سلطان، داخل حدود محمود سلطان، بس محصور بيت، ما هواش هو في الوقت ده شيخ على السلم. احنا بنتكلم في اوراق صادره سنه 1848، ولكن بعد 10 15 سنه كل اوراق بيت السلم، بيت السلم بيرجع لمين؟ معنى حاجي لك، كل أوراق بيت السلم انتقلت إلى عبد الله بيه عبد السميع الذي شاخ على بيت السلم. انتقلت الشياخة من بيت سليمان المجحود إلى عبد الله عبد السميع الذي شاخ على بيت السلم، واستمر وطلع له فرمان وطلع له تقرير بذلك، حتى وصل في النهاية إلى حسين عبد السميع أحد العمد الخمسة. أنا جاي لك في سؤالك. اللي بيؤكد الكلام ده إنه من حصر العلوات اتضح مكتوب هنا 13 نفر، ولكن وهم بيشتغلوا الناس دول كتبوا على جنب كده اتضح إن ال 13 دول هم من قبيلة الهنادي عمية عبد الله بك عبد السميع، وقد نقلوا من عمودية ده إلى عمودية ده. ممكن برضو تشوف الملاحظة ديت، أنا بتكلم على النص التحتاني ده على الله تيجي يعني. ديت
1905 بتقول انه تبين انه في حصر العلواء في 13 اسم موجودين اتحصروا معهم، ولكن هم التفتوا له وقالوا دولي لا 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 دولي من بيت المجهود، وبيت المجهود انتقل بدفاتره كلها الى عبد الله بيه عبد السميع، ومكتبين هم ملاحظه هنا في الكلام ده متواضحه من ضمن الحاجات دي. برضو اللي بيأكد لي انه حصل لعب من المشايخ، ها الكلام ده اكيد مش فيه كلام، وده اللي عامل دوشه وقلق ولخبطه عند الناس اللي بدها تشتغل. الدكتور يونان نبيل رزق استاذ تاريخ كان بحث في اعداد الاهرام القديمه، وكان بيغوص فيها ويشوف اخبار مصر المحروسه ايه في الوقت ده ويطلع منها كلام ويلقى عليه الضوء ويحل. فاني برضو لقيت عندي الحلقه رقم 111 لسنه 1995 28 ديسمبر الصفحه السابعه ديت بيانات. وانا لما خدت الورقه ديت عشان تعرف برضو ان انا يعني بشتغل عملت لها كابي وحفظتها، هنصورها هديها لك دلوقتي، ولكني نقلتها وورد. يعني نقلتها وورد عشان انا اشتغل على الوورد بقلم الفرشور الاصفر براحتي اطلع منه حاجات. ديت الورقه، حتى الورقه دي ذاكر عم عليوي كان بيقضي بين حرمه من السماعنة، مش عارف ايه علاقتها بالمسيحيين والمسيحيين مشكله. انت شفت الورقه؟ قريتها دلوقتي. خلاص؟ خلاص. أنا لما بيضت ديت في وورد عندي أهو، لقيته برضه يا استاذ عماد في نفس الوقت اشار لنقطه كثيرون، بيقول منها ان كثيرون من الاهالي يدفعون بعض دريهمات للشيخ فيثبت للحكومه انه من العربان، وبهذه الطريقة يتخلص من القرى العسكرية وخفارة النيل وغيرها مما أعفي منه العربان. الرجل ده وهو بيفتش لقي الكلام ده كتبه، أنا خدت كلامه كتبته، أنا طلعت كلامه وبشتغل عليه بالقلم الأصفر زي كده أثبت إنه فعلا كان فيه خروقات، والكلام ده مش من عندي وبس، الكلام ده احنا سمعناه ودفتر 1882 اكد والراجل الباحث ده اكد. يعني الموضوع ما هواش بالسهوله اللي الناس معتقداها، يعني لا 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 الامور لازم تبقى غير كده. برضه هو اشار هنا لحته بتؤكد كلامي في موضوع العمد الخمسة، يعني اتعمل عمد وطبعا اي حد ممكن يخش حسب البيانات اللي انا قلتها على الاهرام الالكتروني ويجيب الصفحة دي، شايف ان انا وفرت عليه كتير
شوف يا سيدي، وعقدت الجمعيات في المديريات انتخب فيها عمده او اكثر من كل قبيله. يبقى اذا الكلام ده صحيح، وتقرر ان يكون تحت رئاسته مشايخ يدعون مشايخ فرق. وقد نفذ هذا المشروع في المديريات كلها. البحيرة لم يرضى مشايخها ان يكونوا مشايخ فرق بعد ان كانوا مشايخ قبائل، زعلوا. قال احنا هنبقى مشايخ فرق طب احنا كنا مشايخ قبائل. ولم يكن رضاهم او عدمه له تأثير. في نفس الوقت عملت نزارة الداخلية على تطبيق لائحة خفارة العزب والقفور المطبقة على سائر أنحاء الريف المصري على العربان. يعني إيه الحتة دي بقى؟ العمدة بدأ عمدة عرب. تمام. لكن الحكومة لما انتخبتهم عملت عمد خمسة، قالت لهم كمان هتكونوا عمد ميري تغفروا المناطق بتاعتكم. يعني ما انتش عمدة على الهرم بس، لا ده انت هيبقى حدا غفر ميري وهتنفذ القانون وتعليمات الداخلية كأنك زي أي عمدة موجود في الريف المصري، انت هتقوم بالدورين. ولذلك هم يقولوا احنا هنكون عمد على عمد، يعني احنا هنغفر رواحنا ورواحنا، يعني احنا عمد عرب وهنقوم بعمد في الداخلية نغفر رواحنا. يعني ده كان ردهم في الورق ده. الدفتر ده والدفتر ده هما الاثنين دول انا جبت المرايه المحترم، ويمكن هو ما بحثش فيهم قد ما انا بحثت واستلفتهم منه على اني ارجعهم، وبعدين اني خدتهم وديتهم المطبعه الزجاجيك بيفكوهم خالص ويصوروهم، ولما صوروهم ده الكبير الثاني وده الصغير ده أهم، أنا فكيته وعملت له سكان وعملت له فولدر وحطيته عندي في الموقع عشان أستعين بيه. الكبير ده بيتكلم عن كل القبائل، اسمها الناحية عددها ذكور وإناث، لكن ده بيتكلم عن اسم القبيلة والناحية الشيخ وشيخ الفرقة، والذي هو لم يتقرر انه يكون شيخ فرقة لسه بدري، وعدد افراد القبيلة الذكور والاناث. فأنا برضو عايز الكاميرا تتكلم معايا في الصفحات ديت، لان ده مهم. يعني ده مش مهم بقدر ده، انا هفتح لكم ده برضو. اقلب تمام ماشي. كل الصفحات نفس السد اللي فوق كده بالظبط. هنا القبيله ايوه، هنا عربان متاهلين ساكنين، عربان بنواحي، عربان رحل، الجمله اناث وذكور. فهنا مش مذكور غير اسم القبيله والناحيه. خد اللي بره برضو ده، القبيلة تتواجد في مكانين مختلفين غير نفس ما هو موجودة. اسمها في كل قرية موجود. ده سنة طبع سنة 1898. خلاص عشان نفتح التاني. تمام. ده خلاص هنفتح وعليه الكبير ده. ده بدل ما نفتح ولا نفتحه يمكن هو يكون حجمه كبير يطلع أكبر. خد الصفحة الأولى. الجزء الأول. خلاص خليك معايا بك. أنت يعني أنا هشاور لك مثلا هنادي. أنت هتصور في هنادي، هنادي هنا مش موجود حد. هنادي هنا مثلا مش موجود حد.
هنادي هنا مثلا في زفتة دي مش موجود حد، هنا جزء من بني عونة، هنا هنادي في مركز طلخة بيت اسمه محمود درويش، هنا هنادي في كفر الشيخ مش باين حد، هنا قبيلة مجهولة اهو، احنا بنقلب الكل. هنا هنادي في مركز الجعفرية في الغربية عبد الجواد محمود شيخ فرقة، وهنا في يونس كريم له اسم موجود في مديرية الغربية غير معلوم دلوقتي. نيجي هنادي تاني، مركز مين يلقاه؟ عدو عبد العاطي تاني. الهنادي عبد القادر عفاره شيخ فرقه، عدو عبد العاطي شيخ فرقه اللي احنا تكلمنا عليه، احنا وثقنا له جامد كده. رشوان منصور ده فاخر وموجود حدانا في الهنادي، وفي موسى ابو رواش وفي ذوالفقار الرمي. طيب ننقل كمان، دي مهمه يا استاذنا. شوف هنا الهنادي في هنا مشايخ قد ايه، السعداوي بكر بدل اخيه، حتى الكلام واضح في ها، جاي العلي ابراهيم علي عيد